الحقيقة ماذا قدمت؟ أنها التركيبة الممارسة الديمقراطية، أنها الممارسة الديمقراطية، ليس هنالك ممارسة ديمقراطية بدون أحزاب، وأن طبيعة الديمقراطية وتصنيفها إما أن تكون في حكومات رئاسية أو حكومات برلمانية رئاسية، فلا بد أن بالتالي أن المجلس السيادي هو رمز سيادي، هو رمز الأمة في الحكومات الديمقراطية البرلمانية، رمزية تشريفية لرمز البلد، وليس المطلوب منه هو العمل التنفيذي كده. والمجالس الرئاسية زي في أمريكا وهناك دي مصدر قوة تنفيذ، فهي ما لا نستطيع نقول ما قدمت، لأن الفترات الأساسية التي حكمت فيها فترات قصيرة جدا، خاصة من السردك الأخير كلها شهور وحاجات، في حين هي ذاته وكل هذه المرات هذه المجالس هي في حكومات برلمانية، جمهوريات برلمانية، في الجمهوريات البرلمانية أن المجالس السيادية هي مجالس تشريفية وليس لها أي مصدر سلطات، ما عاد الفترة بتعتقون الزعيم الأسري برضه في برلمان وكذا، فمن مهامها هي ليس المهام التنفيذية، لكن رغم الست مجال في فترة ديمقراطية وممارسة ديمقراطية في خلال 62 10 سنين فقط للممارسة الديمقراطية في كل هذه الفترات، فقصر المدة أن حقيقة لم يمكن هذه الممارسة مش أن تقدم علشان ترسخ الممارسة الديمقراطية.